منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 اندلعت عدة مواجهات عسكرية بينه وبين الفصائل الفلسطينية، تحولت بعضها إلى حرب استمرت أسابيع عدة. القطاع الذي يقطنه نحو 2 مليون فلسطيني سيطرت عليه حركة حماس في صيف عام 2007، ومنذ ذلك الحين أعلنته إسرائيل كياناً معادياً وفرضت عليها حصاراً شاملاً، وشهد عدة حروب أطلق كل طرف منهما عليه اسماً. في ديسمبر من عام 2008 بدأت إسرائيل حرباً مفاجئة على قطاع غزة، أطلقت عليها اسم الرصاص المصبوب وسمتها الفصائل الفلسطينية معركة الفرقان، واستمرت 23 يوماً وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 فلسطيني، فيما اعترفت إسرائيل بمقتل 13 إسرائيلياً. وفي نوفمبر من عام 2012 بدأت إسرائيل عملية عسكرية هي الثانية، سمتها عمود السحاب، وردت عليها الفصائل الفلسطينية بحجارة السجيل، واستمرت 8 أيام قتل فيها 180 فلسطينياً و20 إسرائيلياً. أكبر الحروب تلك التي اندلعت في يوليو من عام 2014، أطلقت عليها إسرائيل اسم الجرف الصامد والفصائل الفلسطينية العصف المأكول. استمرت المواجهة 51 يوماً، أسفرت عن مقتل أكثر من 2300 فلسطيني، في حين قتل 72 إسرائيلياً غالبيتهم جنود. أما في عام 2021 بدأت الفصائل الفلسطينية بعملية سيف القدس التي سمتها إسرائيل حارس الأسوار، بعد استيلاء مستوطنين على بيوت فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس واقتحام القوة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وأسفرت عن مقتل نحو 250 فلسطينياً و12 إسرائيلياً.